تطوير عملية التعليم كان جانبا أساسيا من الجوانب التي أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة المختلفة اهتماما كبيرا بها، الجانب المرتبط بالارتقاء بمنظومة التعليم عبر إدخال الجوانب الرقمية فيها كانت جانبا أساسيا. واليوم حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع أشار إلى حتمية أن يكون الامتحان الورقي في امتحانات الثانوية العامة جنبا إلى جنب مع الامتحان الرقمي، تيسيرا على الطلاب وتهدئة حتى للأجواء داخل البيوت ولدى الأسر المصرية التي لديها أبناء في مرحلة الثانوية العامة. عبر الهاتف تنضم إلينا الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذة المناهج بجامعة عين شمس. دكتورة محبات، أهلا وسهلا بحضرتك. النظر إلى التعليم بمفهومه الأشمل على مدار السنوات الماضية، كيف تعاملت معه الدولة في إطار رغبتها في الاستثمار في البشر والبنية التحتية فيه؟ أهلا، مساء الخير. أهلا وسهلا. طبعا يعني يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي حاطط التعليم على قمة الأولويات في التعامل مع الملف الهام جدا وهو قضية بناء الإنسان من خلال التعليم. الحقيقة طبعا موضوع الامتحانات الإلكترونية والورقية، هو الامتحانات الإلكترونية تعتبر أحد الاتجاهات العالمية الحديثة، لكن المشكلة إن بنلاقي بعض المدارس بيبقى فيها مشاكل في السيستم، في البنية التحتية. عشان كده كان في توجيهات للحكومة بإن يكون في التيسير على الطلبة، إن لو في أي مشكلة يبقى الامتحان الورقي زي ما سيادتك أشرت بجانب الامتحان الإلكتروني. وأنا شايفة الحقيقة إن ده مهم جدا، علشان القلق اللي عند أولياء الأمور بالذات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة. يمكن الامتحان التجريبي اللي تم لطلبة الثانوية العامة هو ما لهوش درجات، ولكن ده كان مهم جدا علشان يحقق هدفين. الهدف الأول إن الطالب يبتدي يعرف مستواه، والهدف الثاني إن الوزارة، وزارة التربية والتعليم، تبقى في لو حصل أي مشكلات أثناء عملية تطبيق الامتحان التجريبي تقدر تتجنب مثل هذه المشكلات في الامتحان النهائي ان شاء الله اللي هيتم لطلبة الثانوية العامة. دكتورة محبات، في السنوات الأخيرة وفي ضوء المشروع الأكبر المرتبط بإعادة النظر في المنظومة التعليمية بأكملها، كان هناك حديث عن أن الميراث القديم من التعليم قد يتغير، وربما يتغير شيئا فشيئا كما هو حاصل في السنوات الأخيرة. المخرج النهائي أو المنتج النهائي الذي سينتج من وراء عملية تعليمية مختلفة تماما تقوم على أسس الفهم أكثر من الحفظ، كيف يمكن أن ينظر إلى ثمرتها ونتيجتها النهائية؟ والله طبعا التعلم الرقمي، أنا شايفة أن على مستوى التعلم الرقمي سواء في التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي في نوع من الممارسات، زي مثلا سيادتك لو شفت حتى في الجامعة نجحت الحقيقة الدولة المصرية في التعامل مع ملف الكورونا، في عملية التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني والتعلم الرقمي. وبالتالي أصبح دلوقتي الطالب والأستاذ يعني بيتعاملوا بطريقة التعلم عن بعد. وعلى فكرة بعد الكورونا كمان في توجه أيضا إن هيبقى في استمرار، بمعنى الجمع بين التعلم المباشر وجها لوجه والتعلم الرقمي. فأعتقد إن التعلم الرقمي كان أحد يعني الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية سواء في مجال التعليم قبل الجامعي ومجال التعليم الجامعي. بالإضافة طبعا سيادتك إلى أن الطالب أصبح دلوقتي قادر على استخدام الجهاز التابلت أو استخدام التكنولوجيا. حتى في الجامعة عندنا الطلبة دلوقتي بيخشوا على منصات تعليمية، بيخشوا على مواقع إلكترونية. كانت الأول بقى فكرة المذكرات وفكرة الحفظ والتلقين وفكرة التعلم عن طريق الكتاب الواحد أو المصدر الواحد للمعرفة. أصبح دلوقتي الطالب الحقيقة، يمكن أنا كان ليا مقالة قريب اسمها وداعا للمذكرات الجامعية، لأن دي الحقيقة بتنمي ثقافة الإيداع لا ثقافة الإبداع. فدلوقتي أصبحنا الحقيقة في ظل التعلم الرقمي الطالب قادر على إن هو يعني يبحث ويفكر ويبتكر. وهنا النقطة اللي أشرت إليها سيادتك، وهي إن المنتج اللي هيطلع إن شاء الله سواء من التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي سيكون منتج قادر على التعامل مع التكنولوجيا التي لابد طبعا
ان احنا نكون متمكنين منها لكي نواكب العالم المتقدم ونواكب العصر الرقمي. شكرا جزيلا لحضرتك دكتوره محبات ابو عميره استاذه المناهج بجامعه عين شمس على انضمام حضرتك الينا، شكرا جزيلا.